وانا بختم معاكم احمد جلال واسلام صادق. خبر سريع لو تحبوا تقولوا للساده المشاهدين. احمد جلال، احمد فتحي يقترب من اهل جد السعودي، العرض اللي كان موجود قبل كده، وربما يكون العرض هذه المره على حساب محمد عبد الشافي، لان هو بيجيد اللعب في اكتر من مركز، وهم عايزين لعيبه تانية بيلعبوا في منطقه المناطق الهجوميه، واحمد فتحي بيجيد اللعب في مركز الباك رايت او الباك ليفت او حتى لاعب خط الوسط المدافع، وده مركزه الاساسي. محمد صلاح اتفق مع ليفربول على 130 ألف استرليني أسبوعيا، والصفقة 43 مليون يورو، ومحمد صلاح هو الذي قرر أن تكون رغبته العودة لإنجلترا مرة أخرى لرد اعتباره بعدما أخفق مع تشيلسي في تجربته السابقة، وكان حلم عمره أنه يرجع الدوري الإنجليزي وقد كان. بالتوفيق لمحمد صلاح إذا تمت هذه الصفقة. ده الكلام اللي منتشر في التقارير الإنجليزية والإيطالية وغيرها عن ليفربول ومحمد صلاح.